نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالعناوين. الأحمد يؤكد أنهم سيواصلون الإضراب لأسبوع ثاني في حال عدم التراجع عن إعفاء 57 قاضيا. وفي القصرين تسجيل 43 حالة غش في اختبارات البكالوريا. فلسطين تسلم المحكمة الجنائية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عقلة. في تفاصيل أخبارنا، دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحميدي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إلغاء الأمر عدد 516 الذي وصفه بالجائر وغير القانوني وغير الدستوري، وأن يتراجع عن هذا القرار، مضيفا أنه في حال قبل بذلك فهم مستعدون لاستئناف العمل بداية من يوم الغد. وأضاف المتحدث على هامش ندوة صحفية أنه في حال وصل رئيس الجمهورية في نهجه ورفض رفع المظلمة وفتح الباب لتكون المحاسبة على قواعد سليمة، فإنهم سيواصلون تعليق العمل لمدة أسبوع ثاني بكافة المحاكم. من جهته، قال المندوب الجهوي للتربية بالقصرين منصف القسمي أنه تم تسجيل 43 حالة غش خلال اليوم الأول والثاني في اختبارات البكالوريا، مشيرا إلى أن إشكال الغش متنوعة. كما أكد المتحدث أنه تم تسجيل أكثر من 400 متغيب عن امتحانات البكالوريا، أغلبهم ترشحوا بصفة فردية وعن معاهد خاصة. نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نيلة الجنجي ما تم تداوله بخصوص رفع الدعم عن قوارير الغاز، قائلة أنه لا توجد أي تسعيرة جديدة لأسعار قوارير الغاز، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطابوبي خلال حضوره في اختتام المؤتمر الدولي لاتحاد نقابات عمال النقل بالحمامات. وبينت الوزيرة أن إصلاح المنظومة سيكون على مرحلتين، المستوى الأول هو حصر استعمال هذه القوارير للعائلات وتفادي استعمالها في مجالات أخرى، وهو ما سيمكن من التحكم في ما يقارب 40% من كلفة الدعم الجملية الموجه للقوارير الخاصة. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن قائمة الشواطئ غير قابلة للسباحة والتي تبلغ 21 شاطئا موزعة على 5 جهات، وأشارت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم إلى أن مصالحها المختصة تدير شبكة وطنية لمراقبة مياه الشواطئ وتشتمل على 539 نقطة مراقبة. أجرى وزير السياحة محمد المعز بالحسين بمناسبة مشاركته في اجتماع الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لقاء عمل مع نظيره الجزائري أحمد ياسين وزير السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية الجزائرية، وتم في البداية الإشادة بتوفير آليات التعاون الثنائي في المجال الصناعي والصناعات التقليدية. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تسليم نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ختام نشرتنا الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحميدي يؤكد تواصل الإضراب بأسبوع ثاني في حال عدم التراجع عن إعفاء 57 قاضيا. وفي القصرين تسجيل أكثر من 40 حالة غش في ثاني أيام اختبارات البكالوريا. فلسطين تسلم المحكمة الجنائية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عقلة. كانت معكم سوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.